السلام عليكم، نشكركم على الحضور. معكم سكفان الحسن رئيس اللجنة الوطنية للبانشاكسيرا. اليوم قمنا بتربص انتقاء الفريق الوطني اللي راح يشارك ان شاء الله طبعا 20 بالرياضة هذه البانشاكسيرا التي ستقام في الامارات ابو ظبي. اليوم التقينا يعني عيطنا قام لي كلاس اوف شامبيون ناسيونال اللي فاتت الاوائل الربع الاوائل، ونخرجوا منهم اليوم زوج ان شاء الله، اللي بعد شهر نعودوا الى الانتقاء النهائي للفريق ألف وفريق باء إن شاء الله اللي راح يشارك في البطولة العالمية إن شاء الله. السلام عليكم، مراد مخلوفي بطل الجزائر في رياضة البانشاكسيرات في أكثر الأكابر. شارك اليوم في سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال إن شاء الله يشارك في البطولة الوطنية البطولة العالمية لرياضة البانشاكسيرات في أبو ظبي. إن شاء الله نكون من الأول للأوائل المراحل إن شاء الله. السلام عليكم، معكم راجل نورهان بطل الجزائر في رياضة البانشاكسيرات. اليوم جينا نشاركوا في سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال الجزائريان باش نشاركوا في البطولة العالمية في دبي. ان شاء الله نكونوا متعدد الفريق وان شاء الله نقدموا الافضل هذه الرياضة ان شاء الله يا ربي. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.